ثم اشتد أذى قومه عليه ومن آمن به، خصوصاً الذين ليس لهم أحد، ليس لهم قبيلة تمنعهم كبلال وعمار بن ياسر، والذين ليس لهم من يحميهم، ليس لهم قبيلة تحميهم، تسلطوا عليهم أكثر. فعند ذلك أذن صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، لأن فيها ملكاً عادلاً، وهو على دين النصرانية لكنه عادل، لا يظلم أحد عنده. فخرج الصحابة إلى الحبشة الهجرة الأولى، وفيهم عثمان رضي الله عنه، وفيهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، معه زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقوا عند النجاشي وحماهم واستقبلهم وهو على نصرانيته. ثم سمعت قريش أو سمع المهاجرون الذين في الحبشة، سمعوا أن أهل مكة أسلموا وأنهم تركوا أذى المسلمين، فعادوا من الحبشة. لما وصلوا إلى مكة وجدوا الخبر غير صحيح، وأن المشركين ما زالوا يؤذونهم. عند ذلك أذن لهم صلى الله عليه وسلم بالهجرة مرة ثانية إلى الحبشة، فهاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم. أرسلت قريش رجلين إلى النجاشي ملك الحبشة بالهدايا لأجل أن يرجع المهاجرين إليه، فأبى النجاشي أن يرجع المهاجرين إليه، ورد رسولي قريش خائبين. ثم إن الله من على النجاشي فأسلم لما سمع القرآن. قال هو هذا مثل الذي كان ينزل على موسى عليه السلام، إنه والذي ينزل على موسى من مشكاة واحدة. فمن الله عليه بالإسلام فأسلم رضي الله عنه، لكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن له صحبة، وإنما كان من التابعين، من كبار التابعين رضي الله عنه.